اي حسيت هو محبط شويه. بعد تيالم افسيل مارادونا ميس بينالتي، افسيل باجيو ميس بينالتي. شفت مارادونا وباجيو بيضيعوا ضربات جزاء عادي. ميسي ميس بينالتي. وميسي ضيع ضربه جزاء برضه طبيعي. رونالدو يو كان منشن رونالدو، كل الاسماء اللي ممكن تقولها النجوم كلهم اخذوا ضربات جزاء. نورمال. ده شيء طبيعي في كره القدم. اخر سؤال. هو السؤال اللي كان بيقول ان هو الوداد النهارده خسر لقب الدوري، رجاء كسب في اخر دقائق، في اخر 10 دقائق، يا ترى حاجه زي كده تدينا افضليه او حته نفسيه؟ يعني الوداد هيلعب يكون محبط شويه، فبيقول ده مش هيمثل لنا اي افضليه. If you look at those things you go with the wrong mentality there. لو انت هتروح فكرت بالطريقه دي هتروح انت ذهنيا بتفكير بطريقه خطا، ولما تروح هناك وانت مؤهل ذهنيا غلط. عندنا شغلنا هنا المفروض نعمله، دورنا بس تشتغل، بس تعمل شغلك ما تبصش. And congratulations to my friend Jamal. وبيهني صديقه جمال coach of المدرب الرجاء المغربي. كنت معلومه ما كانش يعرفها، وكان في مباراه ما كانش عارف.